بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلاب الصف السادس. بنكمل مشوارنا مع السيريز الثرمومتر، وبنشوف قلنا إيه اليوزز بتاعته وهاو دو يوز. طبعا إيه اليوز بتاعته أو الفانكشن بتاعته؟ It is used to measure the temperature of liquids. الفانكشن بتاعته It's a function أو It's use، ينفع الاتنين زي بعض. It is used to measure liquid temperature. Liquid temperature يعني بيقيس درجة حرارة الايه؟ السوائل. ماشي يا ولادي؟ وشفنا ان المية اعتبرنا ان الزيرو ديجري ده هو الميلتنج بوينت بتاع الايس، وال 100 ديجري دي هي البويلنج بوينت بتاعت ايه؟ الواتر. اذا ايه يقدر يقيس من زيرو ل 100 ايه؟ ديجري بتاعت اي ليكويد. ماشي يا ولادي؟ طيب هاو دو وي يوز، طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره دي بنحط السيلز ثيرمومتر في الليكويد وابتدي اقيس درجه الحراره، وهو موجود قدامي بشوف ان انا الايه؟ الميركري وهو بيرتفع في الكابيلاري تيوب هقدر اشوفها بعينيا، واشوف ويف لغايه فين؟ ويف بشوفه بعينيا، وانا شايف بعينيا كده ويف عند 100، ويف عند 50، عند 60، عند 70، يبقى دي التمبريتشر بتاعت الايه؟ الليكويد. بنلاحظ ان انا ما ينفعش اشيله. ما ينفعش اشيله من الايه؟ من البيكر اللي انا بقيس بيه التمبريتشر بتاعته. ليه يا ترى؟ حد فاكر ليه؟ لو بصيت هنا يا ولادي مفيش كونستريكشن زي اللي موجود في الميديكال ثيرمومتر. فاذا لو انا شلته هلاقي الميركري ده فول داون دايركتري اند كان نوت ريد ذا تمبريتشر. فلذلك هنا نلاحظ بقى وانا بستخدم الميديكال السيلزيوس ثيرمومتر dont remove it from the liquid، مش هشيله من الليكويد. Because when you remove it the mercury fall down quickly and cannot measure the ايه؟ the temperature. لكن وانا حاطه في البيكر اهو زي ما انتم شايفينه دلوقتي بشوفه طالع ازاي ويقف يثبت عند التمبريتشر، اقيس الريدنج دين او ريكورد ذا ايه؟ ذا تمبريتشر. ماشي؟ ليه؟ عشان هنا مفيش كونستريكشن. فالسيلزيوس ثيرمومتر هاز نو اي كونستريكشن. طبعا يا ولادي مش محتاجين بقى بالنسبه للميديكال السيلزيوس ثيرمومتر ان انا اعمل له ستيرلايزنج، مش محتاج ان انا اعمل له شيكنج. ليه؟ لان هو اول ما بتشيله بينزل الميركري فول داون. مش هتعمل ستيرلايزنج، انت بتقيس ايه؟ التمبريتشر بتاعت ايه؟ اي ايه؟ ليكويد. فهنا ايه؟ نوت ايه؟ فيري هارمفول. ماشي يا ولادي؟ بكده ان احنا اتعرفنا على اليوزز بتاعت السيلزيوس ثيرمومتر اللي هو تو ميجر ذا ليكويد تمبريتشر، وهاو دو وي يوز ات تو ميجر ذا ايه؟ ذا ليكويد تمبريتشر. وعرفنا الجراديويشن بتاعه من 0 100، وعرفنا ان في ميركري برضه وفي جلاس تيوب وفي كابيلاري ايه؟ تيوب. يبقى كده اولادي اتعرفنا على التو تايبس تو ثيرمومترز، ميديكال ثيرمومتر تو ميجر ذا هومبال تمبريتشر، سيلزيوس ثيرمومتر تو ميجر ذا ليكويد ايه؟ تمبريتشر. في نقطة مهمة جدا دايما بتيجي موضع أسئلة، اللي هي اشمعنى اخترنا الميركري as a thermometrical temperature؟ ليه material I'm sorry. ليه بنستخدم الميركري inside the thermometer؟ ماشي يا ولادي؟ Why do we use mercury؟ Why do mercury is preferable as a thermometrical material inside the thermometer؟ ده ان شاء الله نشوفه المرة الجاية. إلى أن نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.